وخير تعبوا معنا. أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم، هي كانت رسالة السيد المسيح يلي نشر بتعاليمه وأقواله وقيامته من بين الأموات. عيد الفصح والقيامة هي جوهر الدين المسيحي. لنتعرف أكثر على المعاني الدينية والروحية لهي المناسبة رح يكون معنا الأب جحادة عبود، دكتورة باللاهوت والباحث الديني غسان شاهين. أهلا وسهلا فيكم، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم معنا اليوم. المسيح قام. طبعاً. شرفتونا أول شيء أبونا. رح أبدأ مع حضرتك، يعني بنعرف يمكن دائما الأديان عبر التاريخ دائما تأخذ من بعضها، أو منحس يمكن العادات أو التقاليد أو حتى الأعياد والمناسبات منحس في شيء يمكن دائما بيشبه بعضه. نعرف أنه يمكن عيد الفصح المجيد هو أخذ عن الديانة اليهودية، وكان بالبداية الفصح هو فصح يهودي. كيف صار الفصح مسيحي وشو بيختلف عن الفصح اليهودي؟ أول شيء بعيد عليكم وعلى التلفزيون وعلى جميع يلي عم بيخلونا كمان نوصل البشارة لكل الأشخاص اللي هن بحاجة إنه يتعرفوا على الأخلاق الإلهية. بلشت فكرة عيد الفصح مع الشعب اليهودي يلي هي فكرة الخروج. خرجوا من أرض مصر بعد ما كانوا عايشين تقريبا 430 سنة في العبودية وفي الحياة المرة، خلصوا إلى الضربة العاشرة إذا بدنا نسميها للشعب المصري، عندما لعن الفرعون كل ذكر فاتح رحم من الشعب اليهودي وأراد أنه يقتله. حاول النبي موسى أنه يرده للفرعون، لأنه كان فكرة النبي موسى وإلى حد الآن كل لعنة تقال تعود على الشخص نفسه، وكل بركة تقال تعود على الشخص نفسه. أراد الفرعون أنه يستمر باللعنة تبعه على كل ذكر فاتح رحم، فكان الخلاص الإلهي أراد للشعب المصري أنه يذبحوا حمل حولي يعني عمره سنة، ويرشوا الدم على عوارض الباب. من هون إجت كلمة الفصح اللي هي فشاخ، أي أن الله عبر عن أبواب العبرانيين، أبواب الشعب اليهودي، وما أتل وما أخذ الذكر الفاتح الرحم. ارتبط، ونبي موسى كان كتير مشهور بهي الفكرة، أنه ربط الفصح يلي هي الذبيحة الحمل الحولي مع الخبز يلي هو الخبز الفطير من سمي يلي هو ما إله خميرة. وهذا بسبب عجلة الشعب في الخروج من أرض مصر بسبب العذاب يلي كانوا عايشينه. هي كانت فكرة الفصح اليهودي. أما بالنسبة للفصح المسيحي، هو حدث مرتبط بشخص وهو شخص سيد المسيح. هذا الحدث ارتبط بالشخص يلي تجسد وعاش مع الناس، تألم، مات، وقام. فهو يرتبط بشخص اللي هو شخص يسوع المسيح. عشان هيك حدث القيامة في المسيحية يرتبط بشخص ولا يرتبط بحدث مع الشعب. أبونا، يعني نحن هلأ اليوم بيعيد الفصح المجيد، يعني كمان أستاذ غسان بنعرف قديش بيكون في معاني يمكن دينية كتير مهمة ومعاني روحية كتير مهمة. نعرف يمكن بقصة السيد المسيح كان تم تسليمه من قبل تلميذه يهوذا، اللي هو كانت تعتبر خيانة إنه هو سلمه لليهود بهداك الوقت. خلينا نسرد هاي القصة ونعرف كيف تم تسليم السيد المسيح. أنا شخصيا ما بشوف عملية التسليم اللي عملها يهوذا للسيد المسيح على أنها خيانة، لأنه هذا الشيء كان مقدر. حتى السيد المسيح نفسه كان بيعرف هذا الشيء، ولما سئل وهو في العشاء الأخير عن الشخص يلي بده يسلمه قال لهم من سيغمس معي في الصحفة، بمعنى أنه هو كان بيعرف مين يلي بده يسلمه. هذا كله لازم يتمم، لازم يشكل إتمام لحدث الموت والقيامة. يعني بمعنى آخر، حتى لو كنا بدنا نتجاوز الفكرة
إلى معنى سلبي. كان لازم يهوذا يعمل هيك لحتى المسيح يموت ويقوم. هلأ عملية التسليم طبعا القصة معروفة في الكتاب المقدس، كيف يهوذا إجا وجاب الناس يلي بايع فيهم، بايع معهم المسيح وقابض حقه 30 من الفضة وسلموا لهم واقتادوه. لكن هون في نقطة مهمة أنا بدي أعرج فيها على مسألة الفصح يلي تفضلتي فيها وتفضل فيها أبونا قبل شوي. كان مهم أنه نعرف أنه الفترة اللي تم فيها هذا الحدث كانت الفترة التي يحتفل فيها اليهود بفصحهم، بمعنى أنهم لم يستطيعوا أن يدخلوا دار الولاية عندما ذهبوا به إلى بيلاطس، دار الولاية التي هي غير يهودية، لم يستطيعوا أن يدخلوا خشية من أن يتنجسوا لأنهم كانوا يستعدوا للفصح. وهذا الكلام وارد في الكتاب المقدس. من هون عملية تسمية الفصح المسيحي تختلف عن فكرة العبور بشيء واحد، مثل ما تفضل أبونا أن الفصح المسيحي يتمثل بشخص، لكن هذا الشخص عبر بنا، عبر بالمسيحيين من الموت إلى الحياة، عبر بالمسيحيين من الخطيئة إلى الخلاص. فحالة العبور التي أتمها السيد المسيح، أنا أرى أنه لم يكن من الممكن أن يتم هذا الفصح لو لم يكن السيد المسيح متصالحا مع نفسه لأبعد مدى، ليقبل مشيئة الله ويقبل العذاب ويقبل الصلب، لأنه كان يعرف نتيجة ثقته بالله أنه سيأتي يوم، وهو قال لهم لتلاميذه هذا الشيء، قال لهم ثقوا فإنني قد غلبت العالم. بقيامته استطاع أن يغلب العالم. هذا هو البعد الروحاني والبعد اللاهوتي لفكرة القيامة وفكرة عيد الفصح كلياتها. أبونا بالسيد المسيح بطريقه يمكن حمل الصليب لحتى يواجه فيه العديد من الصعوبات والتحديات، فكرة الصليب لشو بترمز وليش قرر أنه يفدي نفسه بهي الطريقة؟ فكرة الصليب هي كانت واردة، كانت طريقة قتل أو تعذيب موجودة بهذاك الوقت، ولكن الصليب كمان دخل بإرث الثقافي وبالإرث الروحي للعديد من الناس، ومنربطه نحن بالألم دائما. وقت تكون واحد عنده مشكلة أو مصيبة بيقولوا صليبك وبدك تحمله، فبيربطوا فكرة الصليب بالألم. ولكن عندما صعد المسيح على الصليب وصعوده كان صحيح طلب من الله أن تجوز عنه هذه الكأس، ولكن لتكن مشيئة الله، صعد على الصليب وبدل، مشان هيك حدث القيامة يبدل معاني كثيرة كانت موجودة. فالصليب خاطئ أن نعتقد أنه هو فقط ألم، ولكن هو علامة حب لله، حب الله للإنسان. هاي هالعلاقة الشاكولية يلي ما بين الله والإنسان وبين الإنسان والإنسان، في كل علاقة هناك ألم، ولكن لا يجب أن نتوقف عند الألم. علينا أن نذهب إلى ما بعد، أن نتخطى الألم لنصل إلى القيامة. فعندما نتكلم عن الصليب نتكلم عن علامة حب، ولهذا الشيء يحمل المسيحيين الصليب على صدورهم، ليست كأداة تعذيب كما يقول القديس بولس، فقد تبدل هذا للجهال هو علامة تعذيب، ولكن أصبح الصليب هو علامة محبة الله للإنسان. يعني ثبت حب الله للإنسان على الصليب. يعني كمان عم نشوف هلا يمكن بهي المشاهد هو مأخوذة أكيد من فيلم ألم سيد المسيح اللي معمول، عم نشوف يمكن هون كيف تمت يمكن تعذيب السيد المسيح وصلبه على الصليب. هو أيضا بعد ما صلب سامح الناس اللي صلبوا. برأيك أستاذ غسان شو كانت رسالته من هي المسامحة؟ أنا بقول لو لم يكن هناك صليب لما كان هناك قيامة. فالصليب لا يتم إلا بالقيامة، كما أن القيامة لا تكتمل إلا بالصليب. الصليب بحد ذاته كعلامة ذل كان المتوقع أن ينتج عنه حقد، لكن السيد المسيح
ذهب بالصليب إلى عمق المحبة وسامح إلى اللانهاية. هذه المسامحة هي التي تلخص ما ابتدأت به حديثك في بداية اللقاء، أحبوا بعضكم بعضا. المسامحة لا تتم بدون حب، فمن يدعو إلى الحب لا يمكن أن يدعو إلى الكراهية. هذه المقولة التي بدأت بها كانت قبل أن يصلب المسيح بساعات قليلة، كانت الوصية الأخيرة للمسيح. لكن السيد المسيح من هذه الوصية، من وصية المحبة، عندما التقى بتلاميذه بعدما تمت القيامة قال لهم سلامي أعطيكم. المحبة تصل بنا إلى السلام. لا تكتمل المحبة إن لم يتممها السلام، والسلام هو العلامة الأساسية في عمق اللاهوت المسيحي. من يحب كثيرا يسالم كثيرا. أعود إلى فكرة الصليب وعلامة القيامة. هذا الصليب الذي يحياه كل إنسان، مطلق إنسان يحيا صليب، وبعد هذا الصليب يحيا موت. وأعني ما أقول، لأن الموت بالنسبة للمسيحي هو حياة، هو دخول في حالة الخلود. فهذا الانتقال من الصليب إلى الموت إلى القيامة هذا جوهر الديانة المسيحية. يمكن أستاذ غسان بيقولوا أنه طبعا مثل ما مذكور بالكتاب المقدس أنه السيد المسيح قام باليوم الثالث، بيقولوا كما في الكتب. ليش برأيك باليوم الثالث؟ ليش بعد ثلاثة أيام؟ هو الذي تنبأ بعد ثلاثة أيام. هو الذي تنبأ بعد ثلاثة أيام. هذه النبوءة أتت من النبوءات الموجودة في كتاب العهد القديم. لكن هذه النبوءة اقترنت أيضا ليس فقط حدث الموت وحدث القيامة، اقترنت بكل الحدث بكل أبعاده. فهذه النبوءة اكتملت بحالة الصلب. طيب نحن خلينا نسقط اليوم حالة الصلب علينا، خلينا نشوف حالة الصلب. الفقير منو مصلوب؟ والفقير اليوم ألا يصبو أن يخرج من فقره مع القيامة؟ والمأسور ألا يصبو أن يعود إلى بيته مع القيامة؟ والمهجر، هاي الأحداث كلها تنحياها اليوم. فحدث الصلب هو حدث مستمر من أيام سيد المسيح إلى اليوم، وقد تكون إلى الأبد. والقيامة يجب أن تكون مستمرة من قيامة المسيح إلى اليوم وإلى الأبد. لذلك نحن نؤمن أن الوطن الذي صلب في الأحداث الأخيرة سيقوم كما قام السيد المسيح وقريبا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أبونا يعني مثل ما ذكرنا يمكن ببداية الحديث أن المسيح يمكن غلب العالم، السيد المسيح أكيد غلب العالم، نحن أيضا كيف ممكن بثقتنا بالله أو بتواصلنا مع الله نقدر كمان نغلب العالم؟ مثل ما قال السيد غسان نحن أكيد هلا بانتظار يمكن قيامة وطننا سوريا من الأزمة ومن الصعوبات اللي هلا عم يمرق فيها. أكيد أكيد نحن بحاجة فقط إلى الرجاء. لما الإنسان بيفقد الرجاء بيفقد إنسانيته، بيعود للحيوانية تبعه. الإنسان بحاجة للرجاء لحتى يثبت إنسانيته. تثبيت الإنسانية تبعه معناته أنه هو متعلق وعنده ثقة بشخص، وما ممكن أنه الإنسان ينتهي. وهذا فعلا هو خوف هلأ موجود. كان العالم عنده خوف أنه من الموت، هلأ صار موت شيء طبيعي، صرنا عم نشوفه كتير وعم نعيشه. ولكن هلأ في خوف من الحياة. ليش؟ لأنه قتل هذا الأمل، الرجاء بالمستقبل. عشان هيك نحن بحاجة نحن دائما إلى رجاء يخلي عنا علاقة مع المستقبل. والإنسان المنتهي بالموت هو إنسان ميت، بحاجة نحن أنه يكون عنا هالعلاقة مع الشخص الماورائي، الشخص يلي موجود دائما إلى الأبد، من الأزل وإلى الأبد. هي إذا بدنا نسميها العلاقة مع المطلق، هي اللي بتخلي الإنسان يكون عنده رجاء، يكون عنده إنسان يصل إلى ملء قامة المسيح.
وهذا بظن انه عيد القيامة، قيامة السيد المسيح، هو عيد لحتى يثبت الرجاء، لأن الرجاء هو إرادة إنسان، جهد، بحاجة نحن أن يكون عندنا هذا الجهد هذا لحتى نقرر أنه يكون عندنا رجاء. الإيمان يأتي عطية من الله، مثل ما بيقول القديس يوحنا ذهبي الفم، الإيمان هو عطية بيعطيها الله للإنسان، والله يريد أن كل الناس يخلصون، عشان هيك بيعطي الإيمان للكل، وهو شيء يعطى للإنسان، يمنح للإنسان مجانيا. إذا أنا بقبله ممكن أنه أنا استفيد منه، لما أنا بقبل الإيمان بيكبر بقلبي وبيعطي ثمار، عشان هيك دائما الثمار تأتي من الأعمال يلي هو عطية مجانية من الله. أما الرجاء بدي قرر أنا أنه يكون عندي رجاء، ما بدي أكون شخص ماشي ما بعرف لوين، ماني محدد هدفي، عشان هيك بحاجة لكلياتنا إن كان شباب ولا إن كان كبار أنه يكون عندنا هذا الهدف، لوين بدنا نوصل، شو هو رجاءنا. وهذا كان السؤال يلي كان شاغل بال كانت، كان يقول أنه أنا ماذا أستطيع أن أرجو. لازم نعرف نحن شو بدنا نرجو، نحن عارفانين شو بدنا نرجو. أكيد، يعني يمكن نحن هلأ كلنا بانتظار إن شاء الله قيامة سوريا أيضا مثل قيامة السيد المسيح، وتكون فعلا هاي القيامة هي استمرارية إن شاء الله دائما للخير والسلام والمحبة اللي هي أكيد أساس الدين المسيحي وكل الأديان السماوية. بدي أتشكركم كتير على وجودكم معنا لليوم، وإن شاء الله يكون فصح مجيد على كل سوريا. بدي أتشكرك كتير الأب شحادة عبود، حضرتك دكتورة باللاهوت، وأيضا الباحث الديني غسان شاهين، شكرا كتير لك. شكرا لك. شكرا كثير لكم، انعاد عليكم بالصحة والسلامة والمحبة والمسيح قام وعلى الوطن. آمين. إن شاء الله يا رب.